ومن أوروبا إلى آسيا مشاهدينا، تحديدا من فرنسا إلى اليابان، اللي أكدت أنها بتتطلع لاستضافة قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في محافظة هيروشيما، ده خلال النصف الأخير من شهر مايو لعام 2023. من المقرر أن الحكومة اليابانية تعلن عن خطتها لاستضافة القمة خلال الشهر الجاري. يمكن اليابان كانت قامت بمخاطبة دول مجموعة السبع الأخرى بخصوص أو الكبرى بخصوص توقيت عقد القمة بعد الترتيب للإعلان عن الجدول الزمني لعقد قمة العام الجاري في الفترة من يوم 26 وحتى يوم 28 من يونيو في ألمانيا. وبحسب وكالة الأنباء اليابانية، فإن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بيأمل في دعم قادة مجموعة السبع للعمل من أجل نزع السلاح النووي من العالم وإلقاء خطبة أمام النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما، المدينة اللي تعرضت لأول هجوم بالقنبلة النووية في العالم، وده كان وقت الحرب العالمية الثانية. أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيركازو ماتسونو أن دول كندا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي أعربت عن دعمها لاختيار هيروشيما لاستضافة قمة العام المقبل.